أهلا بكم. لم تنتهي بعد الضجة التي تسبب فيها تدوينة الإعلام الجزائري حفيظ الدراجي حول المساعدة التي أبدى المغرب استعداده لتقديمها للجارة الشرقية قصد الإسهام في إخماد الحرائق المندلعة بولايتي تيزي وزو وبجاية في القباية. فكلما اعتقد أن الموضوع بدأت حدة التفاعل معه والرد عليه ينقسان، تظهر أشرطة فيديو جديدة أو تدوينات إضافية مصدرها شخصيات لها وزن ثقيل في مجال اشتغالها لتقدم الدروس والعبر للدراجي الذي ألف التطاول على المغرب غير ما مر دون استحضار لروابط الجوار التاريخية واللغوية والجغرافية والدينية والتي تجمع الشعبين الشقيقين. آخر من تفاعل مع الموضوع هو الإعلامي خالد ياسين، والذي قال إن من عادته ألا يرد على الرسائل أو التدوينات أو التغريدات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي لإيمانه بحرية التعبير، لكن عندما تكون تلك الرسائل ممنهجة ومكررة فإنها تدخل في إطار آخر بعيد عن حرية التعبير، وهو ما حدث مع زميله السابق في بي إن سبور الإعلام الجزائري حفيظ الدراجي. وأضاف ياسين في شريط فيديو من 14 دقيقة أن السقطة التي سقط فيها الدراجي مع المغرب لن ينساها أحد، على اعتبار أنها جاءت من رجل يعرف المغرب والمغاربة كما أكل وشرب من خيرات البلد ويعرف كل صغيرة وكبيرة عنه، وما دونه لا يدخل في باب حرية التعبير، بل هو حقد وضغينة وكراهية تجاه جار وتجاه بلد يتطور باستمرار ويزعج الآخرين بوتيرة النمو التي يسلكها وليس بسبب آخر. وتابع الإعلامي المغربي أن تدوينات الدراجي فيها تطاول سافر على المغرب ومؤسساته ومكوناته، إذ لم يفوت أي فرصة لمحاولة النيل من سمعة البلد، مذكرا إياه بتاريخ ميلاده 10 أكتوبر 1980، وهو التاريخ الذي شهد زلزالا عنيفا في مدينة الأصناف مخلفا آلاف القتلى والجرحى والمعطوبين، وتزامن الزلزال مع أيام عيد الأضحى، وحينها هب المغرب في خطوة إنسانية وعفوية وذهب لمساعدة الجزائر. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.